طيب نبدا يا شباب. المطلوب ايه؟ عايزين نجيب متوسطات. حد عنده مشكله في المتوسطات دي؟ طيب يعني ايه لكل قسم؟ يعني لما اقول لك هات متوسط مرتبات الموظفين لكل قسم، ده معناه ايه؟ ها؟ لكل قسم معناه ايه؟ اقسم على حسب القسم واجيب ال، هستخدم حاجه اسمها ايه؟ جروب بار. جروب بار. يبقى ما اقول لك هات اتنفذ فانكشن بس تنفذها على الموظفين مقسمين لمجاميع، المجاميع دي تبع مثلا للقسم، تبع للوظيفه، تبع للفريستيت، تبع لاي حاجه، يبقى مع ذلك كده نستخدم ايه؟ جروب باي. وده الفرق ما بين الجروب باي والاوردر باي. الجروب باي انا عايز اقسم مجموعه من الموظفين او موظفين في شركه لمجاميع منفصله، كل مثلا مجموعه يعني بقسمهم لمجموعات بناء على ايه؟ يعني ازاي قلت الناس دي في قسم في مجموعه ودي في مجموعه ودي في مجموعه؟ انا قلت مثلا في كل قسم يبقى هستخدم حاجه اسمها ديبارتمنت اي دي، يبقى اقسمهم بديبارتمنت اي دي، يبقى جروب باي ديبارتمنت ايه؟ اي دي. يبقى جروب باي لما اكون عايز اطبق فانكشن بس على مجموعه من الناس مقسمين لمجاميع، مجاميع بواسطه حاجه معينه زي جروب باي ديبارتمنت اي دي، يبقى انا هقسمهم على حسب الديبارتمنت بتاعهم. خلاص؟ بطبق عليهم الفانكشن عليهم لوحدهم. يبقى مثلا لما اقول ايه؟ سيلكت الافريج سلام بس كده، اقول فروم امبلويز كده، هيعمل ايه يا جماعه؟ هيطلع لي متوسط مرتبات كل الموظفين في الشركه كلها. تمام؟ طب لو انا عايز اقول ها اتفضل، ايه ديبارتمنت اي دي؟ مالوش اي دي؟ في موظف مالوش اي دي. اه زي مثلا انتوا كده في فرقه ثانيه مش في قسم معين. تمام؟ مثلا ممكن عامل النظافه مش في قسم معين، وبالتالي في مجموعه من الموظفين الديبارتمنت اي دي بتاعهم بنار اللي هو بيطلع لي ساعات. تمام؟ يبقى دلوقتي هو كده حسب لكل الموظفين قيمه واحده بس هيطلع في الاخر في الخارج عباره عن صف واحد فيه الافرج سالري لكل الموظفين بتوع الشركه. تمام؟ فاللي هو انا مش عايز ده، عايز لكل قسم معين ها اطبق الافرج سالري. فاقول له ايه؟ يبقى لازم استخدم هنا حاجه اسمها ايه؟ جروب بار. جروب بار ايه؟ انت هتقسمه للمجاميع، المجاميع دي بايه؟ يعني لما يجي يصنفهم هيصنفهم تبع لايه؟ قال لك الديبارتمنت ايه؟ وبالتالي هي كل مجموعه من الموظفين لهم نفس الديبارتمنت اي دي هيجمعهم كده ويجيب متوسط مرتب. يبقى الخارج هيطلع كم صف؟ على حسب كل قسم صف على حسب عدد الاقسام الموجوده عنده. في اي مشكله؟ طيب ينفع اقول هنا في السلكت اقول له طلع لي الفيرست نيم؟ لا لا. ليه؟ زي ما قلنا لازم الداتا بتاعتها متناسقه، يعني الصف طالع لي كده طالع لي فيه افريج سلام ماشي وفيرست نيم. طيب الافريج سلام ده يبقى قيمه، يا ترى اصل القيمه دي اكتب اسم مين؟ يعني القيمه دي لمين؟ القيمه بتاعت الافريج سلام بتاعت مين؟ بتاعت حد معين؟ لا بتاعت موظفين الشركه كلها. فده ما ينفعش. ده ايه؟ ما ينفعش. طيب ينفع اقول له طلع لي ديبارتمنت اي دي في الحاله دي؟ اه ينفع ديبارتمنت اي دي. ليه؟ اصل انت عامل جروب باي ديبارتمنت اي دي، وبالتالي كل ديبارتمنت ليه صف او ليه قيمه اسمها افريج سالري. لما اجي اقول له طلع ديبارتمنت اي دي يقول لي وماله؟ اهو ادي اهو طلع ايه؟ افريج سالري وادي الاي دي بتاع ديبارتمنت اي دي. ها الافريج سالري ده اه بتاع القسم ده، والافريج سالري ده بتاع القسم ده، لان انا مطلع لكل قسم فبقى الثاني منفصل عن الثاني، يبقى ينفع اطلع الديبارتمنت اي دي في الحاله دي. يبقى اشوف ايه اللي طالع وايه اللي ينفع يطلع معاه وايه اللي ما ينفعش يطلع معاه. دي اول حاجه، لازم الخارج يبقى ايه؟ متناسق، كل الصف واحد يبقى فيه قيمه لكل عمود، قيمه واحده. واضح الكلام؟ طيب اما اجي مثلا عايز ارتب الخارج اللي طالع، ارتبه ازاي؟ اوردر بار. يبقى اوردر بار بيرتب ايه؟ الشكل اللي طالع عامل ازاي؟ مين يطلع الاول؟ مين يطلع تحت؟ مين يطلع في النص؟ وهكذا كشكل بس. واضح؟ يبقى الفرق ما بين الاثنين دول ده بيتقسم لمجاميع، ده بيرتب شكل اللي طالع البيانات اللي طالعه، ومين يطلع الاول ومين يطلع الاخر.
واضح الكلام؟ طيب في جماعه حاجه برضه مهمه، الترتيب منطقي. يعني ايه؟ سلكت لازم تبقى الاول، فروم بعديها، جروب باي بعديها، تمام؟ طب لو ويرت بقى قبلهم، لو في وير هنا ماشي، وير ممكن يبقى هنا خلاص. طب في اوردر يبقى الاوردر تحت هنا، اوردر بار، اوردر باي دايما اخر حاجه. ليه؟ لان دي كل الجمله اللي فوق بتعمل بتطلع حاجه معينه، ماشي؟ اوردر باي وصلت انت ايه؟ تطلع الحاجه دي ايه؟ ازاي؟ وترتب ازاي؟ من الاول ومن الاخر؟ يبقى اوردر باي دي اخر حاجه دايما. انا عايز ارتبهم على حسب الافريج سالري بتاعهم. اقول له ايه؟ اوردر باي ايه بقى؟ افريج سالري. يعني انت عايز تقول لي يا باشمهندس، عايز اقول لك انت ممكن تنفع تستخدم فانكشن في ايه؟ اوردر باي. على فكره يا جماعه، مش كل الفانكشنز ما ينفعش تستخدم في الهويه، زي ما هناخد كمان شويه. ما مين ما ينفعش يستخدم جوه الهويه كفانكشنز؟ الجروب فانكشن. ايه الجروب فانكشن دي يا جماعه؟ الجروب فانكشن هي الفانكشن اللي اسمها مالتيبل رو، ده اللي خدناها يعني قبل كده. اللي هي مين؟ يعني سو افريج مينيموم ها ماكسيموم كارنت، دول اللي احنا خدناهم قبل كده، اللي هم اسمهم مالتيبل رو فانكشن او جروب فانكشن. اللي هم بيشتغلوا ازاي؟ عشان يطلع لك حل بيجيب الناتج بتاعه او الكلام بتاعته من كذا صف. يعني الافرج ده عشان يطلع مش بيروح يجيب لك جميع مرتبات الموظفين ويجمعها ويقسمها على عددهم عشان يجيب لك متوسط، يبقى جاب الناتج بتاعه من كام ايه؟ من كام صف؟ عشان كده بيسموهم مالتيبل رو او جروب فانكشن. الفانكشنز اللي من النوع ده بس اللي ما ينفعش تنكتب جوه الهويه، زي ما خدنا المره اللي فاتت، زي المينيموم هاير ديت. هل ينفع تقول هو ايه الهاير ديت بتاعه يساوي المينيموم هاير ديت؟ لا، عشان كده عملنا جمله سيلكت ثانيه ترجع المينيموم هاير ديت لو تفتكر. واضح؟ اللي انا عايز اقوله دلوقتي جديد ايه؟ ان ممكن استخدم فانكشن من نوع جروب فانكشن او مالتي جروب فانكشن في ايه؟ في اوردر بايت عادي ما يطلعليش كده. طيب هل في طريقه ثانيه في اوردر بايت ثاني؟ مش انت بتقول طلع الادب السالري الديبارتمنت اي دي؟ ما ينفعش الديبارتمنت اي دي ده تسميه اسم ثاني؟ فاكرين؟ يعني ممكن تقول ايه؟ ادب السالري اس مثلا مالتي، وتيجي تحت هنا تقول ايه بقى؟ اوردر باي ها مالتي. يعني عايز تقول يا باشمهندس، عايز اقول لك ان ممكن تاوردر باي اسم مستعار للمعمول. يعني انت سميته بايه؟ ماني، ممكن تقول اوردر باي ماني بدل افريج سالري. واضحه الفكره دي ولا لا؟ امال كده ممكن اعمل اي فانكشن بدل ما اكتب في الهويه مثلا؟ ما لسه بقى هكمل لك اهوت. الكلام ده ما ينفعش غير في الاوردر باي بس. ما ينفعش في الهويه. وما ينفعش ها؟ بلاش خلينا في الهويه. ما ينفعش في الهويه اقول له الماني دي. ما ينفعش حاجه اسمها هذا اللي هنحطها كمان شويه مستعمله برضه. يبقى الاسم المستعار ده ينفع يستخدمه بس فين؟ في روح بابا. الشمس كان بيقول ايه؟ يقول لك طب ما هو طب ما انا اسمي اي فانكشن ده اسم مستعار واقول له هو ايه الاسم المستعار؟ المشكله مش في الاسم المستعار. المشكله في ان انت اصلا تستخدم فانكشن جروب فانكشن جوه الهويه ده صعب. واضح؟ ليه يا جماعه صعب؟ ليه صعب؟ لان انت عشان تقول له هنا هويه قبل الشتري مثلا، يا قبل الشتري دي بتلعب. لا، قبل الشتري دي هيروح على عمود معين ويجيب السالب يجمعه يعني قصه ثانيه، ما ينفعش تكتب جوه الهويه. واضح؟ طب امال هنا تكتب كده في الاوضه بقى لانها تم حسابها فين؟ في السلم. نعم؟ كلهم، كل اللي احنا خدناهم المره اللي فاتت كلهم اسمهم جروب فانكشن. يا شمس يعني ايه جروب فانكشن او مالتي جروب؟ يعني عشان تطلع المينيمم مش بتعدي على كذا صف او كذا عمود، يبقى دي اسمها جروب فانكشن او مالتي جروب فانكشن. هناخد السنجل جروب فانكشن كمان شويه ونعرف الفرق طبعا. يا حد عنده مشكله؟ مش خالص. ينفع اعمل اوردر باي حاجه غير الاثنين دول؟ غير ديبارتمنت اي دي والافريج؟ حاجه ايه؟ يعني اوردر باي الهير ديت مثلا وهم مش موجودين في السبليكت. طب هو الديت اصلا ينفع يبقى موجود؟ ينفع موجود. هيبقى الديت بتاع مين؟ انا او فيرست نيم مثلا. بتاع مين؟ لو نفرض ان هي ينفع يبقى في حاجه. لا لو الحاجه المفروض تظهر يعني ينفع تظهر هنا؟ مش مشكله. يا باشمهندس انت طالع مطلع قبل السالري ديبارتمنت اي دي. تمام. قول لي كده مثلا هترتب ازاي على الهارد ديت؟ انا قلت لك زمان ممكن تظهر حاجه ها وترتب بحاجه وتكون كل شيء حاجه ثانيه.
بس هو مثلا بتقول له هارد ديت خد بتاع مين؟ الوزن. بس مش هينفع صح؟ لان انت عشان تشغل دلوقتي على مستوى القسم لو حاجه تخص القسم على بعضه ومالك فاهم؟ فاهم دي ولا لا؟ لو حاجه تنفع يعني حاجه تخص الداتا اللي خارجه ما عنديش مشكله. انما فين في الداتا خارجه تاريخ ولا اسم؟ فاهم؟ انا قلت لك ممكن يبقى سلكت حاجه او الهويه حاجه والاوردر حاجه بس كان الحاجه دي تخص الطالب انما هنا مش هينفع. مش هينفع يبقى فيه فلسطين اصلا. فلسطين بتاع مين؟ تاريخ تعيين مين؟ قسم؟ مفيش اصلا. طيب افرض انا عايز احط الكونديشن يعني عايز اقول ايه؟ مش انت كده طلعت لي خلينا نمسح بقى الكلام الزياده ده. انت كده طلعت لي ايه؟ الافرج سالري لكل قسم. طيب لو انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ما تطلعليش كل ال يعني طلع كده كام صف؟ 11 صف او 12 صف طلع لكم صح؟ مش عايز اقول يطلع، امال ايه؟ عايز اقول كونديشن معين مثلا ايه؟ ان يكون الافرج ده عشان يطلع يكون اكبر من 10. طب انا عايز اقول ايه؟ طب ايه رايكم بقى نعمل ايه؟ الجمله زي هويه مش عارف اكتب هويه عشان خاطر هو مش هينفع اكتب هويه لان دي جروب فانكشن ما ينفعش تكتب جوه الهويه. بس انا عايز ايه؟ عايز ده يطلع لي 11 او 12 صف لكل قسم. سؤال بس هكمل السؤال. لا ده بقى 11 او 12 صف لكل قسم. انا عايز اضيف كونديشن عليه يفلتر الدنيا شويه، ما يطلعليش كل دول 11 او 12 دول، يطلع لي بس اللي ينطبق فيهم شرط معين اللي هو ايه؟ اللي يكون المتوسط المتوسط اكبر من 10. لو قلت لك السالري اكبر من 10 بس ومال قلت له ايه السالري اكبر من 10؟ انا بقول لك المتوسط تكتب الفانكشن كلها؟ مش هينفع مش الكلام ده ما هو كونديشن بقى دي حاجة احنا لسه ما خدناهاش. اللي هي حاجة اسمها هابل. نقول له هابل هابل سالري اكبر من 10. هذا يا جماعه ما بتستخدمش لما يكون في جروب باي. يعني لو مفيش جروب باي مش هيبقى فيه هذا. هذا مظبوطه ايه؟ لما يكون في كونديشن فيه اسمها فيها ايه؟ جروب فانكشن او مالتي جروب فانكشن ما ينفعش تنكتب في الهوير ها ينفع تنكتب في الهاب. لما يكون في جروب باي الكلام الوزير اهو هابل مرتبطه جدا بالجروب باي. مفيش جروب باي مش ايه وظيفة الهادي لما يكون في كونديشن ما اقدرش احطه في الهوية زي الجروب فانكشن ينفع احطه فيها. نجرب كده بسرعة ننفذ كده بسرعة عايز اكبر متوسط
هي سهلة. أكبر عايز أكبر متوسط. الجملة دي لحد كده تجيب أكبر المتوسطات كلهم. إيه بقى اللي يجيب أكبر متوسط؟ ضخم مباشر. بس خلي الناس تفكر كده ده كده يجيب المتوسطات في الأقسام كلهم. أنا عايز أقول لهم هتلاقي أكبر واحد في المتوسطات دي. سهلة أوي. وبعدين ما تسألنيش جرب الوجوه أكبر. يعني اسأل الكمبيوتر أحسن من الوجوه. طلعت؟ طلعت؟ خلاص؟ تجيب القديمة وتعدلي فيها بس؟ ثلاث حروف. ثلاث حروف وكمبيوتر. في ناس هتكتب ناس هتكتب في الكمبيوتر دي حاجات ما تخليهاش أصلا. يلا يا باشا ها هنخيب ولا ايه؟ اكبر متوسط ما تخلفش معايا مش ده بيجيب المتوسطات ولا انا اللي عملت كده كده كتبت ماكس بس كتبت في الدافنج ولا طلع لي طلع لي اكبر متوسط بس دي سهله فاكر سهله بتعمل ايه طيب ولا هابنج ولا اي حاجه طب ده هيخليك تستنتج ايه دايما كل حاجه بالمجهود بتاعها مش زي هي كده ايه المجهود بتاع دي ان انا ممكن استنى الفانكشن وابتدي اعمل الفانكشن عارفه مش هي مشكله حتى عامل مشكله مش بكده احنا خلصنا الجروب فانكشن او مالتي جروب فانكشن حد عنده سؤال يتكلم فيها خلينا نسترجع كده اللي احنا خدناه على السريع في الجروب فانكشن خدنا المينيمم الجروب فانكشن كلها خدناها جروب فانكشن خدنا فيها يا جماعه خليكم معايا عشان نراجع اللي احنا خدناه على السريع خدنا المينيمم ماكسيمم كاونت افريج صح وقلنا في قاعده كده معاهم ان هما دايما لما بيجي لهم قيمه نل كانها مش موجوده كانها ايه؟ مش موجوده جميل بعد كده خدنا ايه؟ الجروب باي انا لو عايز اطبق الفانكشن ديت بس على جروبس اقول جروب باي اسم حاجه انا عايز اقسمهم بناء عليها صح؟ جميل وخدنا فرع عن الاوردر بار صح ولا ايه؟ وخدنا حاجه اسمها ان في ال حد يقدر يفكرني بيها؟ جود فاليو النظر فاليو كانت بتاخد كام قيمه؟ حاجتين اسم العمود اللي يبقى فيه ايه؟ نظر والقيمه الديفولت اللي هعوض بيها لما يبقى فيه نظر عشان ما يحصلش مشاكل في العمليات الحسابيه صح؟ جميل عايز كنت فرقوا منكم الاثنين كده اللي انا قلت قبل كوميشن لي سي تي اللي قلت قبل ان بي ال كوميشن لي سي تي واقف ده واقف ده عايز اقول الفرق ما بين الجمله دي الاولانيه ما بيعتبرش ان في نظم فالعدد هيبقى قليل فلما يجي يقسم المجموعه على عدد هيطلع غير الثانيه. جميل الله ينور عليك. خير الكلام ما قل فعلا قال في الكوميشن هيبقى ماشي الراجل ده ليه قيمه ده نظم ده ليه قيمه ده نظم ده ليه قيمه اول جمله هتعمل ايه؟ افريج ما بتعترفش بمين؟ بالنظم هتاخد ده وده وده تجمعهم ها وتقسمهم على ثلاثه صح؟ طب دي تقول له ايه بقى؟ تقول له لا لما تلاقي كوميشن ومال اجمعها لما ما تلاقيش حط زيرو يبقى تقول لك ايه؟ هتقول لك اكس وزيرو واكس وزيرو واكس جمعهم هيطلع نفس الرقم اللي كان طالع من هنا 3 اكس بس هيتقسم على كام بقى؟ على 5
واضح الكلام؟ فاهم من الاعمال ازاي؟ واضح؟ طيب يا في ان في ال خدنا ايه بعد كده؟ خدنا الهاب وصلناهم شويه. لما يكون عندي كونديشن في جروب فانكشن ما ينفعش في الكوير بكتبه في الهاب، قلنا ان الهاب مرتبطه بمين؟ مرتبطه بالباي. مفيش جروب باي يبقى مفيش هاب. واضح الكلام؟ حد عنده مشكله؟ وخدنا نعم. بص يا فندم، افريج كونديشن بتعمل ايه؟ الافريج والمينيمم كل دول قلنا لما بيلاقوا قيمه نل، لما بيلاقوا قيمه نل كانها مش موجوده خلاص، مش موجوده خالص، يبقى لها قيمه هنا وقيمه هنا وقيمه هنا. لما بتقول افريج هيجمع الثلاثه دول يبقى 3 اكس خلاص، ويقسمهم على عددهم بيبقى بكام؟ 3. يقسم على 3. طب جميل. لو انا قلت له بقى ان في ال كوميشن وزيرو بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان في ال بتقول له لما تلاقي كوميشن بنل ما تتخطاهاش، لا شيلها حط كام؟ حط زيرو. فهيحط هنا بدل دي زيرو بدل دي زيرو، يبقى هيجمع كل الثلاثه دول دي القيمه دي مع زيرو والقيمه دي مع زيرو والقيمه دي، ويقسم كله على عددهم بقى الجديد اللي هيبقى كام؟ 5. بدل ما كان بيقسم على 3 بقى بيقسم على كام؟ على 5. اشمعنى؟ اصل ده ما كانش بياخد القيم النل معاه في الحسبان، ده بياخد القيم النل بزيرو. هتقول لي يا باشمهندس طبعا الزيرو مش هيزود حاجه، لا هو مش هيزود حاجه في البسط بس هيزود فين؟ في المقام. مش متوسط اسمع العادات هم واصله؟ لا عندي سؤال تاني. جميل. احنا خدنا شويه قواعد كده لازم ناخدهم في الحسبان يا جماعه على طول. ايه هم القواعد ديت؟ زي ما قلت كده ما ينفعش تبقى قايل له مثلا سيلكت سام سالري، نقول برضه كده على السريع عشان نبقى مهمين جدا بدون ناخد بالنا منهم. ما ينفعش اقول له ايه؟ سيلكت السم سالري كوما الفيرست نيم. ها هيبقى الفيرست نيم ده بتاع مين؟ الا في حاله واحده. حد يقدر يقولها؟ جروب باي. ايوه لو قلت له تحت طبعا هقول فروم كام عادي، واقول له جروب باي ها الفيرست نيم. الحل الوحيد اللي تقول طبعا الفيرست نيم كعمود انت تكون عامل جروب باي ليه. يعني الناس مثلا اللي كلهم اسمهم احمد هتكون السام سالري. يبقى ما تيجي له طالع في الاست نيم انا طلعت احمد. احمد بتاع مين؟ بتاع الناس اللي هي مشتركه في الاسم ده. زي ما قلنا دلوقتي ينفع يطلع ايه؟ لان الصفوف طالعه بدلاله القسم. واضحه؟ يبقى دي اول قاعده. طيب ايه تاني؟ دلوقتي يا جماعه حتة ان انا ازاي ممكن انا اجروب باي فيرست نيم عادي خالص، يعني كل الناس اللي اسمها مشترك انفذ عليهم السامسونج عادي خالص، تمام؟ دلوقتي يبقى كل صف طالع من الخارج بتاعي يبقى كل صف يخص اسم معين. الاسم ده بيتكرر كذا مره، فانا جبت الصم سالري لكل الناس اللي اسمها بالاسم ده. اسم اكس في كام واحد اسمه اكس في الشركه؟ 20 واحد. في جاي مجمع مرتباتهم ومطلع الايه؟ القيمه بتاعته. يبقى لما اقول اكس عادي دلوقتي الاسم عادي يبقى الاسم فلان اتكرر كذا مره مجموع الناس اللي مرتباتهم اكس هم دول. لان يا جماعه مش مهندس ليه كنا بنقول في الجمله اللي قبل كده كفا جروب باي ديبارتمنت اي دي؟ لا ينفع اظهر ديبارتمنت اي دي لان البيانات طالعه بدلاله القسم. فما اقول رقم القسم يبقى كل صف ليه رقم قسم غير الثاني. هي نفس القصه كل فيرست نيم ليه سام سالري، فينفع اقول فيرست نيم وسام سالري ينفع يظهر في الحاله دي. وصلت؟ ولا اقول تاني؟ جميل. دي اول حاجه. تاني حاجه ما ينفعش اطلع قيمه جروب باي مع قيمه مش جروب باي، ازاي؟ فهنا ما قلنا ان احنا عايزين نجيب اسم الشخص اللي تاريخ ميلاده مينيمم. احنا عشان نجيب تاريخ الميلاد المينيمم عاملين لنا ايه؟ سيلكت ها مينيمم. لا عشان نجيب التاريخ الميلاد المينيمم مينيمم هاير ديت صح كده؟ فروم امبلوي ده كده طلع تاريخ الميلاد المينيمم صح؟ في البدايه. فهتقول بقى ايه؟ احنا عايزين نجيب بقى اسم الشخص تاريخ ميلاده مينيمم. واحد قال لي ايه؟ يا باشمهندس انت بتدوخني ليه؟ انا ممكن اقول مينيمم هاير ديت كوما الفيرست نيم ويطلع اسم الشخص. لا ما ينفعش تكون فيرست نيم اللي هو اسم عمود مع عمود طالع بجروب فانكشن. فاضطرينا احنا نعمل ايه بقى؟ قلنا بص سيلكت
الفلسطينيه ماشي from employees هويه ممكن اقول هويه الهاير ديت واحد يقول ايه بيساوي مينيمم هاير ديت لا ما ينفعش جروب فانكشن في الهويه لا دي فتحه قوس كده جديد وعامل جمله ثانيه اللي هي مين بقى هي الجمله دي كلها كده انت حاططها هنا الجمله دي التاريخ هترجع لي تاريخ الميلاد المينيمم ياخده في الهوير يفضل بالفيرست نيمز يطلع اسم الشخص بس على فكره هنا ممكن اطلع بيانات الشخص كلها مش لازم الفيرست نيم بس يعني ممكن اشوف الفيرست نيم دي احط ايه اسف يعني صح ولا ايه في مشكله ايه الجمله دي عاديه خالص بس اللي مش عادي فيها ان انا استخدمت في الهوير جمله ثانيه بس خلي بالك في حاجه ثانيه برضه مش الجمله دي موجوده هنا طيب لازم تركز قوي بما انك عامل هنا ايه يساوي ان يكون اللي القيمه اللي هترجع من هنا كام ها القيمه اللي كام قيمه هترجع من الفانكشن ديت قيمه واحده احنا لو مش قيمه واحده هتلاقي خطا ثاني طب انا كده ركزوا كده احنا كنا الجمله دي كلها حطيناها هنا صح؟ معلش انا هكتبها هنا تاني عشان الناس ما تفهمش. اقول له ايه؟ سيليت مينيموم هاي ابديت كروم ويز. الجمله دي كلها محطوطه بعد مين؟ يساوي المفروض انت بتقول له هاي ابديت بيساوي يبقى لازم تحط قيمه. ينفع تقول له هاي ابديت قيمتين؟ لا ما ينفعش صح؟ فلازم تتاكد ان الجمله دي هتطلع كام تاريخ ميلاد؟ واحد اصلا ديت طيب لو انت شايف ان هي طلعت 2 لا شيء يساوي وحط ايه بقى؟ ان ان تنفع هتطلع اكثر من تاريخ ميلاد واضح الكلام؟ واضح ان انت لما تيجي تقاسي حاجه لحاجه او تنادي فانكشن جوه فانكشن او جمله سيلكت جوه جمله سيلكت لازم تعرف جمله سيتي الصغيره دي هترجع كام قيمه عشان دي تستقبلها منها مهمه جدا دي واضح ولا لا؟ اي عمل ماشي الحاجه الاخيره اللي هقولها كان ملاحظات الترتيب المنطقي للاجزاء جمله سيلكت ايه هو يعني ايه الترتيب المنطقي يا باشمهندس يعني ينفع يا باشمهندس اقول هويت قبل سيلكت طب هويت قبل فروم لا اقول لك ايه الترتيب المنطقي ايه بقى وكل الحاجات اللي احنا خدناها لحد دلوقتي الترتيب المنطقي بيقول ان سيلكت في الاول بعد كده فروم لو فيه وير ومال يبقى بعدهم لو فيه جروب بار يبقى بعدهم هذا اللي بعدهم اخر حاجه ايه؟ اوفر بار اوعى تخل بالترتيب ده خلاص؟ الترتيب ده لازم يكون موجود تمام؟ اخر لحظه كنت هقولها تاني اللي انت بتقوله في السلكت ده اللي انت عايزه يظهر يطلع لك اللي انت بتقوله بالهوير ده اللي انت عايز يختم بناء عليه اللي انت بتقوله في الجروب بار جمع بيه اللي انت بتقوله في الهابنج لو كان الكونديشن تبع الجروب بار الاوردر انت عايز ترتب بيه مش شرط ان يكون ده زي ده زي ده زي ده زي ده ممكن تكون بتظهر حاجه تختبر بحاجه ثانيه في الجروب بار لازم تكون جزء من اللي انت بتظهره اكيد هابنج يبقى تبع الجروب بار ما الاوردر بار ممكن تكون حاجه ثالثه خالص بس تكون حاجه موجوده اي نعم ما تكونش ظاهرها بس تكون موجوده جبت السؤال اللي انت قلت عليه وصلت؟ دي تقريبا كل الملاحظات اللي احنا المفروض نبقى عارفينها في اللي فات. العب السؤال اللي تحت احنا دلوقتي هنقول ايه بقى؟ هنبدا في السنجل فانكشن حاجات بسيطه كده ناخدها يعني هناخد تقريبا 10 فانكشنز كده على السريع منهم سته مهمين وثلاثه او اربعه مهمين. مش هعمل وقت والله خالص. هطلعكم النهارده بدري كمان عن مصر. عشان بس نكتب طبعا لو رحت متاخر مش فاهم حسين نعم لو رحت متاخر يقول لي ايه بلد حسين اه عشان حسين اه طلعت النهارده عشان اكسب القاعه طيب هناخد مجموعتين اول مجموعه اسمها ايه؟ طبعا هناخد حاجه اسمها سنجل رو فانكشن يعني الفانكشنز عشان تشتغل محتاجه كام صف تشتغل عليه؟ صف واحد وبالتالي ينفع دي اسدها فين؟ وين؟ الوير عالي خالص لانها مش جروب فانكشن او مالتي جروب واضح الكلام؟ طيب اول نوع هناخده اللي هو ايه؟ الكاركتر الفانكشنز بتتعامل مع الكاركترز هناخد كام فانكشن؟ ثلاثة اساسيين وكمان ثلاثة ايه؟
نص كم. اول حاجه فتره اسمها اللور، اسمها ايه؟ لور. اللي بعدها اسمها ايه؟ ابر. اللي بعدها اسمها ايه؟ انت كاب، اختصار انيشال كابيتال. ايه بقى الكلام ده؟ انتوا ارجوكم معايا. لور فانكشن دي لو بسطتها اي حاجه طلعها من الجنبه الثانيه لور كيس، يعني سمول. اي حاجه؟ اي حاجه. يعني سمول طلع سمول؟ نص سمول نص كابتن يطلع سمول؟ كله كابتن يطلع؟ اول حاجه كله يطلع من الجنبه الثانيه ايه؟ سمول كله. ده الفانكشن اسمها ايه؟ لور. طب اسمها ابر اكسس. دخلها اي حروف باي شكل طلع لك كلهم ابر كيس، يعني كابتن. طيب الانت كام؟ اللي خليها اي جمله اي حاجه في الدنيا طلعها اول حرف كابيتال والباقي سمول من الكلمه. اول حرف كابيتال والباقي سمول. مع اذنكم في 10 ثواني طبق لي الفانكشن دي على الفيرست نيم. يعني تقولوا ايه؟ سيلكت لور طبعا اي فانكشن اخدناها يبقى اسم الفانكشن. تفتح قوسين تبص لها لايه؟ الحاجه اللي اشتغل عليها فيرست نيم. كوما ابر فيرست نيم كوما لو انت كاب فيرست نيم فروم الويب. يلا وخلينا نحكم بنفسنا الفانكشنز دي بتعمل ايه. طبعا مش ده بس الاستخدام بقول لك دلوقتي يعملوا لك ايه بسرعة يا شباب. يعني مش كان يقول طلعت من الناس. الناس شغال عليها الاثنين كده مش عايز حد يكتب بيده وبيد واحدة. Thank you.
اللاست ريل اللاست ريل ها نوفو سلكت ولا لسه الله ينور ايه يا فندم عشان ده الحرف مش مهم اصبر عليه والله العظيم معاك بص بقى دي في الاخر افتح حسين دي على اللاست نيم واكتب لور وقول لي ايه لازم خلي بالك انت لسه بتبحث عن الراجل اللي اسمه هايجنز وكله سموك ما غيرتش فيه بسرعه سموك يا اخوان ها تدي ورقه طلع ازاي؟ ركز وحتى طالع شكله عامل ازاي؟ طالع سموك؟ لا اول حرف كابتن وباقي سموك عادي ايه اللي حصل؟ هي طلع مع الناس ولا لسه؟ ايه يا جماعه؟ هنحط على اللاست نيم قوسين ونكتب امن نور ايه ما اخترعناش حاجه الناس بسرعه تمام هنا ولا ايه؟ ها؟ ازاي؟ اتحداك انا اصلا نفسي جبت اللغه اللاست شيل لون هات لا هتبقى قصير تروح لمصر ولا ايه
بقارن بس. الدليل على كلامي ان هايجن اللي طالع لكم اللاست نيم بتاعه في الاتش الاول، يبقى هو تعدلش. حتى مش زي ما احنا قلنا سيلكت اللي هو فيرست نيم او لاست نيم، لا طالع زي ما هو اول حرف بتاع الاتش. الدليل ده عشان تعرف ان في فرق ما بين انت بتكتبه في السيلكت وانت بتكتبه في الويل. اللي بتكتبه في الويل بس عشان لما يجي يختل اللايك في ثقه صباعه ما يجي ايه يختل وصلى على النبي. مزاجي جابني نحول بقى ان انا اكتب الطرف اليمين ده هو كده، وعايز كل الناس تطلع برضه، يبقى اشيل الورد واحط ايه؟ اب. تعرف بتعمل ايه؟ يجي لها اي كلمه فيها الحروف دي بس تحولها اب. طب مزاجي جابني ان انا ابحث ان انا اكتب اول حرف بس اللي كاتبه من باريس مو، يبقى هو هنا ايه؟ انيشيال كام؟ براحتك. يبقى الفانكشن بتساعدني اللي هي بتعمل ايه؟ تجيب اللي متخزن في الداتا بيز وتغيره للصوره اللي انا عايز اقارن بيها، بغض النظر بقى هو متخزن جوه كابتن سمول. مش فاهم، مش فاهم كده، عايز فاهم. الفانكشنز ديت يعني عشان نطلع في البحث ان في ناس بالصوره ديت تمام، لازم اعمل ايه؟ لازم اخلي فانكشن تعمل حاجه معينه في الكلام اللي اسامي مقابله بس مش هتعدله. يعني في واحد اسمه اي جي تي ماشي، عشان ده يطلع مش هيطلع عمره لما انا كاتب هنا سمول، لان سمول غير الكابتن. فانا قلت له ايه؟ بص اما تيجي تبص على اللاست نيم اللي متخزن في الداتا بيز، بص انت معاك اهو، خد الفانكشن اللي هي معاك وانت ماشي تبص بس دخل الفانكشن على الاول، دخل نوع على ده يطلع كله سمول، وعلى ده يطلع كله سمول، وعلى ده يطلع كله سمول. يبقى اي حد فيه الحروف اتش اي جي جي اي ان اس لما اللغه تخش عليه هيطلع في الاخر اتش اي جي جي اي ان اس كله سمول. يبقى هي اللغه اللي هتخش على الصف اللي اسمه لاست نيم ده هتخلي كله سمول زي ما احنا عملنا من شويه في السلكت، هخلي كله سمول. يبقى انا دلوقتي لما اقول له كلمه في اليمين في الطرف اليمين كلها سمول، لو هي موجوده باي صوره من صورها سواء كابتن سمول ميكس ما بينهم هيطلعها. ليه؟ لان هو في المقارنه خد اللاست نيم كله وراح جاي حطه في اللور، فاللور ايه؟ كل ما تعمل اسم تخليه لور 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 لور. لما يجي يقارن بقى هيقارن ايه؟ اللاست نيم بقى كانه اتحول قبل ما يقارن بيه لكله سمول. فبالتالي اي حد كان اسمه قبل التحويل في الحروف ديت هيقرا عن التحويل هو بالظبط تيبيكال الطرف اليمين اللي قارن بيه، فهيطلع لي كل صف فيه الحروف بغض النظر عن كان ايه قبل التحويل. طب ما يجي يطلعه لي بالتحويل ولا من غير التحويل؟ لا اتفقنا ان لو عايز يطلع بعد التحويل يبقى سلكت يا باشا. عايز بس في اثناء المقارنه يبقى ايه؟ واصله؟ العبد مش واصله. لو كده تقدر تنفع نفس الوظيفه. تنفع نفس الوظيفه بس هتكتب هنا كابتن. الايد كابتن تنفع نفس الوظيفه بس هتبقى اول حرف كابتن. انت عرفت بقى هو بيعمل ايه وبيخلي ايه؟ تمام؟ العبد سؤال. العبد سؤال. كده انا خلصت اول يعني اهم جزئيه في الكاركتر فانكشنز، باقي ثلاثه فانكشنز كده على السريع. ها حاسس كنت عندك سؤال؟ حد يشتري يا جماعه؟ افرض عايز تعرف طول اسم الشخص كام؟ يعني عايز تشوف كام حرف؟ في فانكشن لما تقول له مثلا تبص لها اسم عميل معين تجيب لك عدد الحروف اللي متخزن فيه. اسمها ايه الفانكشن دي؟ سالينس. لينس. لو قلت لينس وصفتها فيرست نيم. ها اهو طبعا سيبت ها. لينس فيرست نيم، لينس فيرست نيم والفيرست نيم نفسه. فروم انجل ويلز كده. هتلاقي بتقول لك مثلا لو في بقى شخص اسمه احمد يبقى اي اتش ام اي دي يبقى تراجع لك كام حرف؟ خمسه. يلا بسرعه. حد عنده مشكلة؟ طيب الفانكشن اللي بعدها، الفانكشن اللي بعدها، هي تجيب الفيرست نيم معاها عشان تعرف الاسم.
هركب لها معايا الفانكشن بعدها فانكشن بعدها بقى وظبطت يا جماعه. هو انا مثلا عندي في بعض الناس بقى اسمها كبيره قوي عبد الجبار بتاع كبير كده. فانا مثلا لو عايز عدد من الحروف معين بس اللي يظهر يعني عايز ابص الاسم قبل ما يطلع لي بحيث ان ماكسيموم مثلا خمس حروف. في فانكشن اسمها سب سترينج او جزء من سترينج دي بتاخد منك ثلاث حاجات بما انها بتقص هتدي لها الحاجه اللي هتقصها ها هتبدا تقص منين وتنتهي فيها. مثلا هقول له سب سترينج او سب سي تي ار بريستنج يبقى منها يتقص بريستنج من واحد لاثنين يبقى هتجيب من اول حرف رقم واحد لحد رقم يعني كام حرف؟ طب ينفع اجيب من في الاخر؟ ينفع اقول له مثلا من ثلاثه لخمسه. انت حر تقطع من اللي انت عايز تبدا من ما انت مطرح ما انت عايز وتنتهي مطرح ما انت عايز. يبقى سب سترينج بتقص في حاجه معينه تدي لها بدايه القصر نهايه القصر بس. تنتهي كام حاجه؟ ثلاثه حاجه في القصر تبدا القصر منين؟ تنتهي القصر منين؟ يلا مثلا طلع لي اول ثلاث حروف من الفيرست نيم بس يعني تقول له سب سترينج فيرست نيم من واحد لثلاثه. عندي سؤال؟ عادي خالص يبقى هتجيب لك اول يعني لحد ما يخلص لحد ما يخلص او يجي لها الليمت بتاع القص بس. طب وكان ممكن يكون في اسماء تتشال خالص؟ يكتب نار يعني ولا يتصرف؟ خلصنا ولا ايه؟ طيب جميل نكمل ولا ايه؟ انت ما بتشتغلش في البيت خالص خالص انا؟ لو حلفتلي على ايه مش هصدقك. لا انا كنت بجرب حاجه ثانيه. لا صدقني اللي بيقعد كل شويه يطلع له خطا ده ميح في البيت ما بيشتغلش ما عندوش اصلا البرنامج ما بيفكرش يشتغل على البيت باين تلاقيه يخلص حاجات غريبه يجي يكتب فريست تبقى اف ار مش اف اي ار حاجات كده تافهه بيبان تخرج كلمه لقاء لا بعد مش هعرف عليكم النهارده. ماشي؟ انتوا تخشوا تتنفخوا بالمتر، انا كده كسبت. طيب لو في حرف معين عايز اشوف هل الاسم ده فيه حرف ده ولا لا؟ يعني مثلا عايز اشوف الناس اسمها فيه حرف ايه ولا بس في فانكشن ده ان سترينج. ان سترينج تاخد منك كام حاجه؟ حاجتين. الحاجه اللي هتبحث فيها كما الحرف اللي هتبحث عنه. يعني مثلا ممكن نقول هنا ايه؟ فيرست نيم برضه. هبحث عن حرف ايه مثلا؟ وليكن حرف الاي. احطه من سنجل كوتيشن. يلا. شوف كده مين؟ طب ده هيرجع لك ايه؟ هيرجع لك رقم الحرف فين؟ في الكلمه لو كان فيه. طب لو مفيش يرجع لك صفر. يعني لو لقى في الداتا بيز واحد اسمه احمد. ادي واحد اثنين ثلاثه الاي فين؟ رقم اربعه تراجع اربعه. طب مثلا نانسي. لما يجي يضرب على حرف الاي ما الاقيش كام طلع كام؟ صفر بجرب كام سؤال. نعم؟ الداله دي بتدور على حرف في اسم معين في كلمه معينه. لو انا مثلا قلت لها اسم عمود وحرف معين هتيجي جوه العمود ده اسمه فيرست نيم كل اللي صف فيه تشوف هل في حرف ايه ولا لا؟ لو فيه يجيب لك هو موجود فين في الكلمه. او في حرفين في نفس الكلمه هترجع بتجيب اول واحد. لو في حرفين اي هيجيب لك اول واحد يعمل خلاص لان اصلا اول ما بتلاقي الحرف ده بتدور عليه بتجي لك على ترتيبه وخلاص ما تكملش الباقي. لو مفيش يطلع صفر. لو مفيش يطلع صفر. جرب بس كده عشان في تريك عايز اقولها. جرب ايه؟ اللي جابها تعمل ده قبلها. يا باشمهندس دي هتكون مش مبرر. ايه؟ قبل ما كنت بدخل السؤال على طلع لي ها في مشكلة؟ لا في حاجة صعبة عايز واحد دمام مش عارف مفيش حاجة اسمه ولا اسمه؟ اللي هي مين بقى اللي قبلك؟ واحد اسمه ايلين تقريبا واحدة مش عارف صح؟ واحدة اسمها عامل كده اي اي ال ال اي ام طلعت أربعة هو بيدور على المفروض طلعت كام؟ واحد واحد فيها فكة حلوة أوي بيدور على اسمه ولا ايه؟ أنت كاتب له إيه؟ اسمه اسمه أنت عايز تكتب اسمه طيب
شوف الكابتن اسمه ايه بعمل فين بقى هنا خلي بالك بصينا خلي بالك الحرف اللي هنا بدور عليه هنا ايه لو حسين الله يفتح عليك ده جاي من هناك لا لو فانكشن هو فانكشن اه احنا من شويه عاملين ماكسيمم ده ولا قبل زمان يبقى ليه يا جماعه هكتبه كده ايه السترينج هبصلها فين السترينج لا فين السترينج بعد ما عدلته لايه للو يعني الراجل اللي اسمه ده هيبقى اسمه عامل جميل فقالوا لي رجع لك المره دي واحد ما رجعلكش اربعه وصل الكلام مين فايده ان هو حياتي مهمه جدا والله قابلنا كتير ان شاء الله واضح؟ اه يعني شويه تحت بكده انا خلصت الكاركتر فانكشن هديكم بقى النموذج في الايتام في طبعا كاركتر فانكشنز تانيين بس ما يعني حاجات كده بقى عشت ان هي حشو زياده عن اللزوم فانا مش عايز ايه بقى؟ انا مش عايز بسيطه ده لو قريت اصلا مع نفسك يعني مش انا فاهم مش انا النوميريك فانكشنز بقى ثلاثه بقى سهلين جدا جدا ومصدقين اول واحد اسمه ترانك اول واحد ثاني واحد اسمها راوند اخر واحد اسمها ايه؟ مود يعني ايه الكلام ده؟ ترانك يعني قطع راوند يعني تقريب مود يعني ده الاسم ايه الكلام ده؟ الاثنين دول يستخدموا لو انت عندك وطن في جزء عشري وجزء صحيح جزء بعد العلامه وجزء قبل العلامه وانت عايز الجزء اللي بعد العلامه ما يبقاش كبير بس اتصل يعني مثلا رقم زي ده كده 45926 من 1000 ترانك او راوند الاثنين مع بعض دول بيبص لهم حاجتين الحاجه اللي هعملها قطع او تقريب وعدد الحروف بعد العلامه يعني مثلا تقول ايه ترانك 45626 كما 2 معنى الكلام ده ان هو هيطلع في الرقم ده وهيطلع يعني ايه يكون فيه بعد العلامه كام رقم 2 طب الرقم ده بعد العلامه 2 يجي يجي القصص كده يبقى ده رقم جديد بس جبت رقم طب لو حط هنا واحد يبقى الرقم الجديد هو ده طب لو قال زيرو يبقى رقم جديد بس صحيح ما جاش بعد العلامه جبت رقم لا انا مش عارف الرقم ما ينفعش لو انت مش عارف الرقم هو بيعمل كده مش عارف لو انا مش عارف الرقم اللي هيتقطع يعني لا هيطلع لي ناتج وعايزه هو بيقطع ايه ده؟ هتفتح حاجه ما تفتحش الراوند بقى نفس القصه برضه اقول له ايه؟ راوند 45 9 2 6 واحد 2 معلش بقى ايه؟ مزنوق شويه ماشي؟ يقوم يعمل ايه؟ راوند بيقرب انت قلت له بس قرب بكام رقم على العلامه؟ 2 ادي الاربعه 5 9 2 6 ادي 2 اهو المفروض داخل كده لا بس لو انت بتضيف التاتش بتاعها بقى زي ما احنا بنضيف كده دي كام؟ 6 اكبر من 5 اه يبقى الرقم اللي قبل القطع ده يتحط فيه كام؟ يزيد بقى يعني اه اسمها لا انت بص جديد صراحه لو قلنا لون واحد هيجي يطلع كده تمام؟ طيب الاثنين دي اكبر من 5 ولا اقل؟ قال يبقى خلاص يبقى اسمه 45 صح 10 مش كده؟ طب لو قلت زيرو 46 المفروض كده اه طب يرجع لي دي 9 اكبر اه يبقى جاي 46 ده التقريب ده مش ده؟ ده مش ده؟ طيب اخر حاجه بقى هي ايه؟ المد ايه المد ده؟ اللي هو الموديول اللي كنا بنكتبه في البرمجه علامه في المية ده اللي هو باقي اسمه يعني مثلا تقول له ايه؟ مد 11 و2 المفروض يطلع كام؟ 15 و2 1 الناتج 5 المد واحد اللي هو ده بقى الاسم طيب استخدمه في ايه ده المد ده؟ صلى على النبي لو قلت لك دلوقتي في حاجه في عمود اسمه امبلوي اي دي اللي هو رقم الموظف لو قلت لك اظهر لي الموظفين اللي الامبلوي اي دي بتاعهم زوجي مد اللي هو اي دي يعني ايه زوجي؟ يعني باقي اسم الامبلوي اي دي على اثنين طب دولك مش سنجل فانكشنز يعني ينفع تكون في الهوية يبقى اقول له ايه؟ اقول له بيوير هقول ايه بقى؟ مود ده اسم فين ده؟ الامبلويي
الوي اي دي واثنين بيس تي. لما الشرط ده يتحقق معناه ان هو يجيب الارقام الزوجيه بس. حد عنده سؤال بتاعه؟ لو عايز اعمل نوت ايكوال نعم لا يساوي اكتبها ازاي؟ حد عنده مشكله؟ فهمنا الكلام ده؟ الكلام ده مهم يا جماعه. لما يجي هيجي هيجي له مع مرور الوقت هيجي له استخدام. بس افهم كل فانكشن احنا خدناها دي. مشكور.